ما هي أقوى الأسباب التي تعين على العمل بالعلم الكتاب والسنة؟ ما هي؟ يقول ما هي أقوى الأسباب التي تعين على العمل بالعلم الكتاب والسنة؟ ما هي أيش أقوى؟ يقول ما هي أقوى الأسباب أي التي تعين على العلم على العمل بالعلم الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة؟ هنا السؤال ركيك. أقوى الأسباب التي تعين على العلم والعمل إخلاص النية لله عز وجل، إخلاص النية لله عز وجل، والابتعاد عن الكسالى عن الكسالى والمخذلين، وأن تكون مع الطيبين ومع المحافظين ومع الراغبين في العبادة، تصاحب الطيبين وتبتعد عن الكسالى والذين لا يرغبون في العمل الصالح أو بكثرة العمل، تبتعد عنهم، وتأكل الحلال أيضا، لأن أكل الحرام يكسل عن العمل، والأكل من الحلال يقوي على العمل. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، فأكل الطيبات يعين على العمل الصالح، وأكل الحرام يكسل عن العمل الصالح. نعم. كذلك يقول السائل: ما هي أعظم الأسباب التي تعين على بر الوالدين وكذلك على تدبر كتاب الله عز وجل؟ الأسباب أن تعرفها، تعرف الأسباب اللي تعين على بر الوالدين: تقوى الله سبحانه وتعالى، ومطالعة الأدلة الدالة على الأجر والثواب في بر الوالدين، ومطالعة الأدلة الدالة على تحريم العقوق وعلى ما يكون على العاق من الإثم، فهذا مما يقويك على بر الوالدين. نعم.